الله وبركاته، معاكم من مدارس دار المعارف. النهارده هناخد درس جديد من دروس الصف الثالث الابتدائي، درس من دروس مادة اكتشف. درس النهارده هيتكلم عن البيئات الطبيعية. هنكتشف النهارده يا اولاد في الدرسين النهارده العالم من حولنا. هنشوف العالم من حولنا شكله عامل ازاي، وايه هي البيئات اللي موجودة حوالين. تعالوا نبص مع بعض كده في الصورة اللي احنا شايفينها دي. يا ترى الصورة اللي احنا شايفينها موجود فيها ايه؟ الصورة اللي احنا شايفينها موجود فيها مية، وموجود فيها نبات، موجود فيها حيوانات، وكمان جماد. يبقى البيئة الطبيعية هي البيئة التي يعيش فيها النباتات والحيوانات وتنمو بصورة طبيعية. طيب البيئة فائدتها ايه؟ زي ما احنا شايفين دي صور لبيئات مختلفة. البيئة ممكن يعني توفر لنا ايه؟ البيئة بتوفر للإنسان أو للكائنات الحية الاحتياجات الأساسية. يعني الإنسان بيحتاج ايه؟ بيحتاج ماء وهواء وغذاء ومسكن وأماكن مكان يتعلم فيه. طيب الحيوانات أو الكائنات الحية الأخرى محتاجة إيه؟ محتاجة برضو غذاء وماء ومأوى. طيب هو الحيوان علشان يعرف يعيش على قيد الحياة مش محتاج بيئة يعرف يعيش فيها؟ أكيد. طب مثلا نفترض جينا في يوم من الأيام دخلنا روحنا حديقة الحيوان، وهل بنشوف مثلا كلب البحر بيبقى موجود مع الزرافة، ولا بنلاقيه في البيئة بتاعته في المكان اللي بيعيش فيه في المية؟ أكيد في المكان اللي بيعيش فيه اللي هو في المية، علشان هي دي البيئة اللي بتلبي له الاحتياجات الخاصة بيه. نفس الكلام الزرافة بلاقيها فين؟ بلاقيها في مكان كبير وواسع وفي أشجار كتير، علشان الزرافة بتتغذى على أوراق الشجر. طيب نكمل مع بعض. دلوقتي عرفنا ان البيئة بتلبي الاحتياجات الاساسية للكائنات الحية علشان تبقى على قيد الحياة. ده شكل البيئة زي ما عرفنا، وعرفنا مكونات البيئة تتكون من نبات وحيوان وجماد. هناخد بقى البيئات الطبيعية اللي موجودة حول العالم. تعالوا مع بعض نشوف البيئات اللي موجودة. والبيئة عندي هي البيئة القطبية. عندي البيئات القطبية بلاقيها فين؟ مكانها فين؟ بلاقيها بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي. تعالوا مع بعض نبص على الخريطة اللي عندي دي ونشوف فين الاتجاهات اللي عندي. عندي شمال، جنوب، شرق، غرب. نركز مع بعض، شمال، جنوب، شرق، غرب. برافو عليكم. طب فين عندي انا الشمال؟ هنا. ده بمعنى كده اللي انا بلاقي ايه في الشمال؟ بلاقي القطب الشمالي. طب قال لي فين مكان البيئات القطبية؟ قال لي بين القطبين الشمالي والجنوبي. فين القطب الشمالي؟ اهو. يبقى انا عندي هنا البيئة القطبية الشمالية، وكمان عندي بيئة قطبية تانية ناحية الجنوب. طيب تعالوا نشوف مع بعض الجو هناك عامل ازاي. الجو هناك بيبقى بارد جدا وبه رياح شديدة، وكمان يغطى الثلج مساحات كبيرة من البيئة. طيب النباتات اللي بتقدر تعيش وتتكيف في الجو ده زي ايه؟ زي النباتات اللي هي الشجيرات القصيرة اللي بتنمو بالقرب من الأرض، وكمان الطحالب التي تنمو على السخوف. ايه بقى الحيوانات اللي بتقدر تعيش هناك؟ عندي الثعالب القطبية والدببة القطبية وكمان البطاريق. رقم 2، الغابات الاستوائية. دي تاني بيئة من ضمن البيئات الطبيعية اللي موجودة عندي. الغابات الاستوائية موجودة فين؟ أول حاجة عندي معلومة هنا، هعرف إن الغابات الاستوائية هي غزيرة الأمطار. مكانها فين بقى يا ولاد؟ عندي مكانها بالقرب من خط الاستواء في الأماكن الحارة. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف فين خط الاستواء على الخريطة. ركزوا معايا. انا عرفت الاتجاهات بتاعتي، عندي الشمال، جنوب، شرق، غرب. هاجي هنا هبص على نص الخريطة بلاقي خط هنا مكتوب خط الاستواء. طب هو خط الاستواء ده خط وهمي
بيقسم الكرة الأرضية لنصين، بس كل المناطق اللي موجودة حوالين خط الاستواء بتكون شديدة الحرارة. الطقس اللي موجود في المكان ده، البيئة الاستوائية الطقس بتاعها عامل ازاي؟ حار وتهطل الأمطار يوميا تقريبا. والنباتات اللي بتعيش في المكان ده الأشجار الطويلة، طبعا الأشجار طويلة جدا جدا بسبب زيادة هطول الأمطار في المكان ده، فالأشجار والنباتات بتنمو بصورة سريعة. فطبعا إن الأشجار طويلة جدا تمنع وصول الشمس إلى الأرض، وكمان أحيانا الأوراق بتاعتها بتبقى عريضة فبتساعدها على امتصاص ضوء الشمس. ايه الحيوانات اللي بتعيش في البيئة بيئة الغابات الاستوائية؟ عندي الببغاء، السلحفاة، وكمان الثعبان. البيئة الثالثة عندي بيئة المراعي الطبيعية، إيه زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة اللي هناك دي، عندي عبارة عن مسطحات من النباتات تتميز بمناخها الجاف وتوجد في جميع أنحاء العالم. الطقس هناك بيبقى عامل ازاي؟ المراعي الطبيعية عندي نوعين، عندي مراعي طبيعية استوائية بتبقى حار طوال العام، طبعا بتبقى حار طوال العام علشان هي استوائية قريبة من خط الاستواء، وزي ما احنا لسه قايلين ان اي منطقة قريبة من خط الاستواء بتبقى حار طوال العام. طيب المراعي الطبيعية المعتدلة النوع التاني عندي بيكون كده زي الصيف والشتاء، عندنا حار في الصيف بارد في الشتاء. النباتات الموجودة هناك، النباتات الموجودة أعشاب طويلة ويندر وجود الأشجار فيها. والحيوانات اللي بتبقى موجودة في المراعي الطبيعية زي ما احنا شايفين كلاب برية وأرانب برية وكمان الأسود والزرافة. رابع حاجة عندي البيئات الأراضي الرطبة. فين بيئات الأراضي الرطبة؟ قالك توجد في أماكن زيادة الماء المالح أو الماء العذب في الأرض مثل المستنقعات، احنا شايفين إن بقى الحيوانات اللي بتعيش فيها والطيور. الطقس بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ دافئ او بارد او تتعاقب عليه الفصول زي ما الطقس بتاعنا كده بالظبط صيف وشتاء. النباتات اللي بتنمو هناك نباتات تنمو تحت سطح الماء او تطفو عليه. تعالي نجاوب مع بعض نشوف فاكرين ايه من الدرس بتاعنا. يوجد بالبيئة الطبيعية، بيوجد بالبيئة الطبيعية ايه؟ نبات، حيوان، جماد. تحتاج الحيوانات إلى إيه وإيه علشان تبقى على قيد الحياة؟ طبعا تحتاج إلى ماء ومأوى. تمام، تتميز البيئة القطبية بطقس بارد. الطقس في الغابات الاستوائية بيبقى حار وجاف. الحيوانات التي تعيش في الغابات الاستوائية زي الببغاء وكمان الثعبان. وبكده درس النهاردة يكون خلص، وأتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله.